طيب معايا عبر الهاتف الآن في زاوية أخرى عن منتخبنا للشباب المتواجد حاليا في تونس لبطولة شمال أفريقيا الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخبنا للشباب في تونس. يا فندم مشرف ومنور. الله يخليك يا شكريم. أخبار حضرتك إيه والأجواء بالنسبة لهذه البطولة؟ النتائج ما كانتش أفضل شيء بالنسبة لنا بس متوسمين خير الفترة اللي جاية بإذن الله مع جهاز فني جديد ولاعبين إن شاء الله يبقوا موهوبين إن الأمور تبقى أفضل. طبعا النتائج ما كانتش افضل في شيء فعلا بس التجربه طبعا تجربه ممتازه وتجربه بكل المقاييس ما كانتش يعني تتساب. بحيي وائل رياض طبعا على انه قبل واصر على المشاركه في البطوله. طبعا هي بطوله وديه دوليه بتشمل 5 دول لعبنا 4 مباريات. اعتقد ان احنا كان من الصعب جدا جدا ان احنا نقدر نوفر ان احنا نلعب 4 مباريات مع 4 دول في الوقت الحالي يعني وطبعا وباقل التكاليف يعني. تقصد ان احنا كان من الصعوبه المكان ان احنا ننظم 4 مباريات وديه مع فرق قويه جدا في شمال افريقيا فكان فرصه حلوه ان احنا نواجه الفرق ديت في بطوله شمال افريقيا. بالظبط كده بالظبط يعني هي فرصه احنا يعني هو طبعا هو وائل كان كابتن وائل رياض كان واخد حريه الموافقه او عدم الموافقه على الاشتراك في البطوله وهو راجل اصر على الاشتراك فيها. ومع ذلك احنا كنا املين لان احنا بنشوف الاولاد والجيل ده جيل محترم وكنا املين انهم هم يكسبوا كل المباريات وياخدوا البطوله. كان عندنا امل في كده فعلا طبعا واحنا كنا جايين على اساس كده. وطبعا لما جينا طبعا لقينا منتخبات ما شاء الله اكثر مننا تنظيم واكثر مننا خبره. احنا عندنا الاولاد فيهم اللي اول مره في حياته يسافر ولا يركب طياره ولا يلعب ماتش دولي. انما برضه كمان اجواء البطوله نفسها برضه حظ منتخب مصر رجعنا في الـ4 مباريات في 6 ايام او في 7 ايام. طب استاذ محمد عايز اسال حضرتك سؤال لو تسمح لي يعني. هل احنا تاخرنا كاتحاد كوره في تعيين جهاز فني جديد لمنتخب الشباب؟ تاخرنا طبعا تاخرنا طبعا احنا كاتحاد كوره تاخرنا في تعيين الجهاز. يعني يا اما ما كناش اشتركنا في البطوله دي. ايوه لو احنا ما اشتركناش في البطوله دي ما كناش هيبقى تاخرنا في تعيين الجهاز. كان لسه قدامنا شويه على ما نستعد وكنا هندور على ان احنا نلعب مباريات وديه مع دول تانية. لكن 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 ليس في المكان افضل من المكان يعني. طيب ما هو ده استاذ محمد كان سؤالي الثاني. احنا بنتكلم على منتخب مصر ونحب دايما نشوف منتخب مصر في كل الفئات العمريه في افضل حال واحسن نتائج يقدر يحققها في كل المباريات. لما منتخب الشباب يحقق نتائج مش كبيره في بطوله شمال افريقيا نقلق زي ما كنا قلقانين قبل كده وزي ما بين قوسين كده صدمنا من منتخب الشباب اللي فات ومنتخب الناشئين اللي فات. ما كان من باب اولى ما نشتركش في البطوله لحد ما نجهز نفسنا كويس. والله دي وجهه نظر انما في وجهه نظر ثانيه بتقول زي ما قلت لحضرتك كده ان فرصه انت هتلاقي فين اربع دول تلعبهم مع بعض. اي نعم احنا الجرعه ونظام البطوله ظلم منتخب مصر. احنا لعبنا كل المباريات يعني منتخب تونس لعب ماتشين في 4 ايام وريح ماتش وبعدين لعب ماتشين. منتخب المغرب لعب 3 مباريات وراح مريح ماتش ولعب مباراه. منتخب ليبيا لعب مباراه وبعدين ريح وبعدين لعب 3 مباريات. الا منتخب مصر اللي ريح الباي بتاعه ده قبل البطوله ما تبدا. يعني احنا لعبنا الـ4 مباريات ورا بعض. احنا المنتخب الوحيد اللي خد الـ4 مباريات ورا بعض. طبعا برضه نفس الوضع كان بالنسبه لمنتخب الجزائر لان منتخب الجزائر جه الباي بتاعه بعد البطوله بخلص. مفهوم. واحنا جت الباي بتاعنا قبل البطوله ما تبدا. فدول الـ4 مباريات ورا بعض في 6 ايام. طيب. ولا في 7 ايام. فكان طبعا حمل على الاولاد والولاد زي ما قلت لحضرتك ان اغلبيتهم يعني 90% منهم اول مره يركب طياره واول مره يشارك. ومع ذلك احنا عاملين طبعا ان المنتخب ده ان شاء الله مع المزيد من التدريبات مع المزيد من حصر الاختيارات مع التغييرات اللي هتبدا مع الاولاد اللي بتوع 2006 اللي شاركوا في 2006 وفي منهم اللي ما شاركش
في المنتخب ده نظرا للاصابات والتاخر الفني. يعني لسه في كتير قوي 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 في المنتخب ده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد ابو الوفا من تونس، عضو مجلس اداره اتحاد الكره ورئيس بعثة منتخبنا الوطني المشارك في بطوله شمال افريقيا. بص هتلاقي دايما اللخبطه، حتى يعني انا حسيت ده من كلام استاذ محمد ابو الوفا، قال جزء منه بشكل صريح وقال جزء منه ما بين السطور. يعني فكره التنظيم الجيد، التنظيم الاداري الجيد يخلينا ننجو من كثير من الحاجات اللي تعاكس دي اللي تزعل، تمام؟ زي النتائج دي. انا كده كده من الاشخاص وحضراتكم مجربين، يعني انا ما بقفش كتير قوي عند المباريات الوديه، ودي بطوله اشبه بالوديه فما بقفش كتير، احنا بنجرب بس برضه ما احبش منتخبنا حتى لو لعب بطوله وديه انه يخسر مباراه واثنين وثلاثه، ما احبش. يعني مش حاجه تبقى تقول لا اقول لك ايه، لا انا عادي، مش عادي قوي. طيب لو احنا شكلنا الجهاز ده من بدري، لو كابتن وائل رياض وجهازه المعاون شافوا لعيبه من بدري، لو قلنا مثلا احنا مش جاهزين عشان كابتن وائل رياض لسه مستلم المهمه فبلاش نشترك في البطوله، يعني في كذا حاجه اداريا لو عملناها منتخباتنا الوطنيه تظهر بشكل كويس اداريا. شوف احنا ده اتكلمنا بقى على مدرب حط خطه عامله ازاي، ولا اللعيبه جيده ولا مش جيده، ولا الكلام ده خالص. انت من فوق لو ظبطت الدنيا هتلاقي الامور وحاجات بسيطه. يعني دايما عشان ما بحبش ابقى جلاد اللي هو ايه اتحاد الكره الفشل وازاي لا، الناس بتشتغل برضه بصراحه يعني وبتتعب وبتجتهد على قد ما بتقدر، بس في حاجات ممكن تعدي منك بتفتكرها عادي بس بعد كده تلاقيها سمعت. يعني ايه يا جماعه شكلوا منتخبات الشباب والناشئين والاعمار السنيه المختلفه؟ ما احنا لسه معانا وقت يا جماعه متاخرين، لسه معانا وقت يا جماعه متاخرين، لسه معانا وقت. فجاه تروح معين حد، فجاه تلاقي نفسك عملت نتائج سلبيه، فجاه تقول يا ريتني كنت عينت من بدري. شوف بسيطه جدا.